تتواصل فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته 32 بدار الأوبرا المصرية، حيث بدأت بعرض لكورال مركز تنمية المواهب بساحة الأوبرا، بالإضافة للحفلات الأخرى التي تقام على مسارح دار الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية ودمهور. للمزيد ينضم إلينا الزميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري. بعد التحية محمود، وصف لنا الأجواء لديك الآن وماذا على أهم الفعاليات. مرحبا بك فاطمة من داخل دار الأوبرا المصرية. نتابع ليلة جديدة من ليالي الطرب والفن لمهرجان الموسيقى العربية في دورته 32. دعوني بداية أتحدث عن مدى الإقبال اليوم من الجمهور من مختلف الأعمار لحرصهم الشديد على حضور حفلات مهرجان الموسيقى العربية، ودائما ما يحرصون على حضور هذا المهرجان يعني منذ نسخه السابقة، نظرا لأهمية هذا المهرجان لما يتضمنه من عدد كبير من الفنانين والمطربين. نتحدث عن أكثر من 70 مطرب ومطربة من مصر والوطن العربي، بإجمالي أكثر من 40 حفلة على مستوى مسارح القاهرة والإسكندرية ودمنهور. نتحدث عن مسرح النافورة الآن الذي يعني يشتعل بالحماس بين الجمهور والفنانين على مسرح النافورة. نتحدث عن عدد من نجوم دار الأوبرا المصرية اليوم الذين يؤدون روائع الموسيقار الكبير بليغ حمدي. نتحدث عن نجوم دار الأوبرا محمد الخولي وأيضا سمية وجدي وبعض الفنانين أيضا التابعين لدار الأوبرا المصرية، بالإضافة بالطبع إلى هذه الحفلات المستمرة هنا في دار الأوبرا المصرية بالقاهرة، وبالتوازي مع مسارح دار الأوبرا في دمنهور والإسكندرية. يشهد مسرح دار الأوبرا بالإسكندرية حفل للفنانة نداء شرارة. نتحدث عن إقبال كبير وتنظيم رائع أيضا داخل دار الأوبرا المصرية لهذا المهرجان منذ دورته الأولى، ودائما وزارة الثقافة تحرص على أن تكون كل نسخة هي أفضل من النسخة السابقة، والمميز في هذه النسخة هو التنوع الكبير بين الفنانين من مختلف الوطن العربي. نتحدث أيضا عن بعض الفنانين السوريين الذين سيقدمون ليلة فنية في معهد الموسيقى العربية، فبالتالي نتحدث عن تنوع كبير بين الفنانين المشاركين وتنوع كبير أيضا في الأعمار والجمهور الذي يشارك في دار الأوبرا المصرية منارة الثقافة والإبداع. وعندما تحدثنا مع الجمهور اليوم تحدث بكل شوق وبكل حب لهذا المهرجان ولحرصهم دائما على حضورهم في دار الأوبرا المصرية، فهي التي تجمع الأشقاء العرب وتجمع دائما كل من أسهموا في الحياة الفنية. وكلنا يعني تابعنا الافتتاح أول أمس، كان افتتاح كبير بحضور عدد كبير من نجوم الوطن العربي وتكريم لعدد من الشخصيات التي ساهمت في إثراء الحياة الفنية والثقافية في مصر. اليوم أيضا كانت الحفلة التي انطلقت منذ قليل بحضور وزير الثقافة وأيضا مديرة دار الأوبرا المصرية وعدد من المسؤولين وأيضا الجمهور الذي يتابع هذه الحفلات. ستستمر هذه الحفلات على مدار 14 يوما حتى 24 من الشهر الجاري في كل المسارح، وهناك أيضا يعني حالة تنظيمية ورعاية كبيرة من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي ترعى هذه الحفلات وتقدم حالة رائعة من التنظيم والتنسيق، سواء من خلال شركة تذكرتي إحدى شركات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أو حتى من خلال بث هذه الحفلات وتغطية هذه الحفلات عبر القنوات الخاصة بالشركة. فنحن نتحدث عن نسخة قوية في النسخة 32 بها تنوع كبير من الحفلات والنجوم وبها اهتمام كبير جدا سواء من المسؤولين أو حتى بالتأكيد من الجمهور الذي يحرص دائما على حضور مثل هذه وصلت الحفلات. وصلت الصورة محمود جميل، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف أو مباشرة من دار الأوبرا المصرية حيث أقامت فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته 32. شكرا جزيلا لك. فتنون عليه.